مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا. يوم جديد ومتابعه جديده مستمره لاخر الاخبار في الحياه اليوم. اخر الاخبار دلوقتي نحن واحنا بنتكلم المباراه النهائيه في مونديال العالم لكره اليد ما بين الدنمارك والسويد. المباراه دي دلوقتي وانا بكلم حضراتكم يعني بنتابع طبعا احداثها وفعالياتها وختام المونديال اللي نقدر نقول الحمد لله يعني بكل فخر ان الدوله المصريه بكل اجهزتها وبشبابها ومتطوعيها قدرت انها تخرج هذا الحدث للنور بهذا الشكل المشرف. تحدي من نوع كبير ومن نوع خاص يمكن اتكلمنا فيه قبل كده، ظرف استثنائي العالم طبعا وفعاليات كتيره سواء على المستوى الرياضي او حتى على المستوى السياسي بيتم تاجيلها، لكن مصر قالت لا هننظم البطولة وهناخد كل احتياطاتنا وكل إجراءاتنا. وبالفعل الحمد لله يا رب على مستوى التنظيم والحفل الافتتاح والختام كمان والإجراءات الاحترازية والوقائية وطبعا كل الفرق الطبية وكانت حالة استنفار بشكل كبير عشان البطولة دي تخرج بأمان وما يحصلش أي مشاكل على المستوى الطبي. كانت رسالة مهمة مصر بتوصلها وعلى لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعة طبعا ما إدى إشارة بدء المونديال إنه لازم نتعايش، دول العالم تتعايش ويعني تتعاون والحياة يعني تستمر بشكلها الطبيعي على الرغم طبعا من هذا الظرف الاستثنائي. بطولة مهمة، عدد فرق كبير، بنتكلم لأول مرة يكون عندنا 32 منتخب من دول أوروبية، يعني طبعا العدد ده بكل الفرق بقى المصاحبة، فرق فنية وفرق طبية، والمسألة دي تخرج بأمانة الحمد لله وإشادات على المستوى الرياضي إن مصر قدرت انها تنظم هذه البطوله بهذا الشكل. كمان احنا بنقول ان احنا مستعدين وبنعمل طبعا شغل وانشاءات ومشاريع. مصر نجحت انها تنشئ طبعا برضو في وقت قياسي ووفقا للمعايير والمواصفات الدولية صالة جديدة ببرج العرب في اسكندرية وصالة جديدة في 6 أكتوبر وواحدة جديدة في العاصمة الإدارية، بالإضافة كمان ان احنا طورنا وحدثنا الصالة الكبرى باستاد القاهرة الدولي. على المستوى الرياضي لأنه مش لازم أبدا نغفل، صحيح المباراة النهائية دلوقتي بين الدنمارك والسويد، بس احنا منتخبنا لما لعب الدنمارك اللي هو بطل العالم وحتى يعني الـ 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 كان بيتقال انه في 2 أو 3 من لعيبه الدنمارك هم ابطال العالم نفسهم، فالمباراه كانت بروح قتاليه وروح رجوليه، وقد ايه شفنا منتخبنا اللي ليه باع طويل وطبعا خد بطولات كتيره يعني كان الند بالند مع الدنمارك، هدف قدام هدف. المباراة كنا مش قادرين يعني ناخد نفسنا واحنا بنتابعها، ووقت إضافي وضربات ترجيحية وست أشواط ووقت طويل جدا، لكن الروح البطولية ومنتخب مصر لكرة اليد قدر ان هو كنا بنقول عايزين الفرح يبقى فرحين، بس فعلا هو فرحين. مش لازم انك انت توصل لمركز اول ولا تاني ولا تاخد البطوله، لكن انت حاولت وحاولت بشكل جاد ومجتهد وصبرت بهذا الشكل وكنت طبعا تحت ضغط نفسي وتحت ضغط عصبي وعلى ارضك وبطولتك وعايز تفرح جماهير مصر، بس انا عايز اقول لمنتخبنا انتوا فعلا فرحتونا وفعلا طولتوا رقبتنا، ولما نشوف منتخبنا بيلاعب يعني بطل العالم بهذا الشكل ويعني لما كان طبعا حصل والدنمارك طبعا فازت كنا شايفين عدم التصديق على وجوههم لان هي كانت فعلا مباراه صعبه قدام المنتخب المصري، فليهم كل التحية وكل التقدير منتخبنا لكرة اليد، وانتوا فعلا نجحتوا وتعتبروا خدتوا البطولة، بطولة بس من نوع خاص، بطولة يعني وتكريم من كل الشعب المصري على الروح العظيمة اللي احنا شفناها في هذه المباراة، ومبروك للدولة المصرية انها انجزت وتحدت وقدرت انها تطلع هذا الحدث في توقيت استثنائي تحت كل الظروف وكل الضغوط والتحديات، بس خرجت بهذا الشكل الحمد لله البطولة. وزي ما كنا بنتابع وزي ما كنا بنتكلم مع المسؤولين في الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة اليد ان كتير من دول العالم ويمكن مقدمتها اليابان لما منتخب اليابان جه بدري اسبوع عن ميعاد البطوله عشان يشوف مصر عملت ايه، ازاي بتشتغل على انجاح البطوله دي وعلى تنظيمها وادارتها بهذا الشكل. احنا عارفين ان اولمبياد طوكيو كان هيتب يعني اتاجل، فاليابان
أو كوكب اليابان جاي بيتفرج علينا. فالحمد لله مع كل نجاح وكل شغل محترم بتقوم بيه الدولة المصرية بيكون محل إشادة ومحل تقدير، فنبقى واقفين على أرض ثابتة ونعرف إن إحنا دولة كبيرة وعظيمة بشعبها وبكل الناس اللي فيها. فيعني هنتابع طبعا وهنقول لحضراتكم النتيجة، بس حفل الختام النهاردة اللي كان حريص برضو إنه رئيس الوزراء يكون حاضر ويكون متابع، فكل التحية والتقدير لكل الناس اللي اشتغلت في إنجاح هذا الحدث العالمي.